معظم الكبده بتيجي من امريكا لان هم ما بياكلوهاش هناك، وبرص التراب هناك ومش لاقي اللي يشيلها. يلا هو منتج امريكي، عايز تاكله كله، مش عايز تاكله بلاش، انا مش هاكله. ما انا قلت لك بقى يا فندم، منتج امريكي انا مش عايزه، انا منحاز لقضايا الوطنيه. ده بلد. طب بعيدا عن قصه المنتج امريكي او مش امريكي، هل الكبده اللي احنا بناكلها المستورده في مصر هنا يعني صالحه للاستخدام الادمي؟ مش انا اللي اقول الكلام ده، اللي يقول الكلام ده هي لما بتيجي تدخل بتدخل محاجر، والمحاجر دي بيطريه بيتاخد منها عينات، والعينات مراكز البحوث المعنيه بالحاجات دي مع بحوث صحه الحيوان هو اللي بيطلع النتيجه. فانا عليا ان انا احترم النتيجه، النتيجه قالت صالحه يبقى صالحه، النتيجه قالت مش صالحه يبقى مش صالحه، عشان ما نزيدش على حد ولا نتجه بالملف. بس تمام. قانون حمايه الحيوان المقدم لمجلس النواب، القانون خلص، احنا عملناه، حضر معانا جهات كتير منها الهيئه ومنها جمعيات رفق الحيوان والجامعه ومستشفيات وخلافه، ناس كتير قوي. قانون رائع من وجهه نظري. تمام. ما ينفعش صادر. اهدافه تصحيح مسار الطب البيطري كله بالنسبه للحيوان. تمام. احنا نعرضه على مجلس النواب خلال اسبوعين ثلاثه بكتير ان شاء الله. هو هو اتصاغ بس بيتراجع مراجعه نهائيه، ومش هنصادر على حد في انه يقول رايه، ولا هنقول احنا الراي الافضل ولا الاحسن، احنا قدمنا عاملين مشروع محترم من وجهه نظرنا. تمام. يتراجع ويتقال، ولو في ملاحظه على ماده مادتين 10 20 اهلا وسهلا ناخد وندي، وخلي البلد تطلع لقدام. خلي البلد تطلع لقدام، بلد بتبني في قطاعات معينه. هتقول حاجه؟ المفروض الكل يشتغل مع بعضه. ما ينفعش طياره بتطير لو فيها محركين في اليمين ومحركين في الشمال، محركين يشتغلوا ومحركين لا، عمرها ما تطير. هل القانون ده يعني بيهتم بالمنظومه كامله البيطريه في مصر ولا الجزء الحيواني؟ هناك ثلاث قوانين، مشروعات قوانين. قانون الطب البيطري، وده مع وزاره الزراعه، احنا خلصناه مع وزاره الزراعه وسبناه المفروض يقدموه. تمام. في تباطؤ ها في تقديم، المفروض هم ياخدوه، وهم مقتنعين بيه جدا، وهم اللي مراجعينه معانا، واحنا قعدنا يعني فترات كبيره جدا في الوزاره نشوف الموضوع ده. وخلصنا، المفروض هم يقدموا. ده قانون الطب البيطري. في قانون مزاوله مهنه الطب البيطري، دي احنا لسه شغالين فيه في النقابه العامه للاطباء البيطريين. وفي قانون حمايه الحيوان، احنا انجزنا الملفين، قانون الطب البيطري انجز والدوله مقتنعه بيه جدا، اللي هم وزاره الزراعه والهيئه العامه للخدمات البيطريه ومراكز البحوث ونائب الوزير. تمام. انما احنا عايزين ندخله نخلص بقى ننجزه، لان الدوله محتاجاه، مش النقابة اللي محتاجاه، الدولة اللي محتاجاه. وهم الحقيقة يعني بذلوا فيه مجهود معانا رائع. تمام. واحنا موافقين، يعني احنا والدولة متفقين بنسبة 100% عليه. ما عندناش مادة مختلفين عليها. تمام؟ ولا حتى في الصياغة. إذا ده المفروض يخلص بقى يدخل. قانون حماية الحيوان احنا هندخله، وقانون مزاولة المهنة لسه شغالين عليه. دورة رئيس الوزراء طلب مني الدراسة المالية للكادر. الهيئه العامه للخدمات البيطريه ارسلتها لوزاره لرئاسه الوزراء، والى الان لم يؤخذ فيها قرار، اهو ده محتاجين بات فيه. المجلس الاعلى للطب البيطري، هناك مجلس اعلى للطب البيطري كان موجود قبل معالي وزير عصام فايد وقبل معالي وزير عبد المنعم بن، الى الان لم يصدر القرار بتشكيل المجلس الاعلى للطب البيطري، رغم انه كان قائم من سنتين. راح فين المجلس؟ اختفى ليه بقى؟